رجعت لحساب الطبيب، هانتوما رجلي رجعت للطبيب، هما عارفين عندي داكشي ربعة العمليات راه وهنا اللي شدوني. كيدخل كيديروا له هذا، هانتوما كما كتشوفوا هزوا لي تحليل الدم وغيديروا لي البروفا ديال كوفيد، لحقاش انا ضروري خصهم يتاكدوا باللي ما فيكش كورونا. والحمد لله الله يسمعنا اخبار الخير ويا ربي امين. واش نقول لكم، رجلي تنفخات بزاف، داكشي باش هزوا لي تحليل الدم باش تشوفوا داكشي مناش. خليكم معايا تنكمل. لقاو عندي فيا كورونا، لا انا لا بنتي، ودابا بنتي في البيت وانا في البيت. ولدي دارو له جوج مرات ما بقاوش عنده، الحمد لله والشكر لله. بعدا باش يبقى يتسخر لينا ويمشي ويجي، الحمد لله والشكر لله. خرجوا لنا غير باراسيتامول، يوم اللي بعد عيط ليهم يخرجوا ليا شي سيرة الكحبة. الحمد لله. المهم نشرب باراسيتامول 8 سوايع 8 سوايع، صوتي مشى ليا، كنوقف كتشدني السخفة كندوخ. الحمد لله دعواتكم معايا خوتي، والله يشافي الجميع. وما كما كتعرفوا راه عندي المناعة قليلة، دعوا معايا نتشافى، والله يشافي كل واحد. وعطيني ما نخرج 10 ايام من الدار، لا 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 بنتي، ولدي راه غيخرج حقاش ضروري خصو يمشي يخرج ويمشي ويجي. والله يدير اللي فيها الخير، والله يشافي الجميع، والله يوقف مع الجميع. ما نساكم، ما تنسونيش من الدعوات، وبارطاجيو وديريو جيمات، تابوناو عندي، وشكرا بزاف. ربي يخليكم اخوتي. راه درت واحد الفيديو مقطع صغير فسميتو، من بعد غنوريكم ورقه ديال الطبيب اللي فيا كورونا، لا انا لا بنتي، لا انا لا بنتي. وان شاء الله يكون خير، دعوا معايا بالشفاء، الله يشافي كل واحد، والله يخلي لكم وليداتكم. وشكرا بزاف، ربي يخليكم، شكرا. هو حتى الفيديو اخر ان شاء الله غنبقى ندير الشيح والقرنفل. المهم راكم عارفين البصله الحمراء وداك الشيء نبقى ندير باش ما نتعطرش ليا، حقاش عندي المناعه قليله. والله يدير لي فيها الخير يا ربي، وشكرا. حتى الفيديو اخر ان شاء الله.